بما ان احنا في فتره بقى خلاص فصل الصيف، ناس كتير جدا بتستغل هذا الفصل عشان تقلل وزنها، تاكل اكل صحي، خاصه انه في الصيف بيكون في بقى فواكه كتير جدا فيها كمان كميه ميه كبيره، وفي فواكه بتساعد على حرق الدهون بشكل سريع، كمان بتمد الجسم بالطاقه لانه بيكون فيها الياف ومضادات للاكسده وفيتامينات. ده بيقلل طبعا بشكل كبير جدا من الشعور بالجوع. خلينا نعرف ازاي ممكن نقلل وزننا وازاي كمان نقدر ناكل اكل صحي في الصيف من الاستاذه هبه انور خبيره التغذيه العلاجيه. صباح الخير عليكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل، ازيكم؟ صباح الخير، اهلا بيكي. في البدايه كده، احنا في الصيف في ناس بتعتمد على فكره الحركه كتير وما بتعتمدش قوي على دايت بلان. دايت بلان يعني مش شرط تكون حاجه تخسس، بس طريقه او نمط للاكل. خلينا نعرف من حضرتك ايه النمط الصحي للاكل في الصيف. اوكي، مبدئيا اول حاجه محتاجين ناكد عليها ما ناكلش وننام. ده صيف وشتاء متهيألي، لان صيف وشتاء، بس في الصيف عشان بنسهر فعاده بيبقى في بقى مغريات بالليل، تقول طب حته فطير هنا، طب طبق رز بلبن هنا، وبعدين ادخل انام، فدي حاجه قاتله. يعني مجرد دكتور هنا في ناس بتقول يعني لو انا هعمل صيام متقطع مش هيفرق معايا اللي انا اكلت ونمت على قد ما عدد الصيام ساعات الصيام. لا لا، انت حضرتك لو هتعمل صيام متقطع برضو محتاج ما تاكلش قبل النوم بفتره معينه. الفكره كلها انه الجهاز الهضمي بيحتاج وقت معين عشان يهضم، صحيح، واثناء النوم علشان تستفيد جسم حضرتك يستفيد من النوم، لان الجسم بيعمل لنفسه ريجينريشن في فتره النوم، محتاج يبقى ما بيعملش جوب تانيه. فالاكل اللي ما تهضمش ده، ما هو هيتعب الجهاز الهضمي. وحضرتك تصحى الصبح تعبان، يعني اكل قبل ما انام بقد ايه؟ 3 ساعات. يعني ماكسيمم نسيب بريك بين اخر وجبه وبين النوم 3 ساعات. محتاجين كمان حاجه من الحاجات اللي هتساعدنا جدا ان احنا نبقى محافظين على اللايف ستايل من غير ما نبقى عايشين في حرمان، ان احنا نمبر 1 نظبط الوجبات تبقى في مواعيد محدده على قد ما نقدر. مجرد تظبيط الوجبات ان هي تبقى في نفس الوقت او على مدار الساعه على خلال اليوم، على خلال الايام الاسبوع، دي هتفرق، لان الجهاز الهضمي يور سيستمايزد ان هو ده الوقت اللي انت بتهضم فيه، هو ده الوقت اللي مثلا تعود خلاص خلاص بيبقى فيه تعود، فالتعود ده بيخلي الهضم ينتظم ودخول التواليت ينتظم والجوع ينتظم. لان هو مش متوقع اكل طول النهار، هو متوقع اكل في فترات معينه. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا مثلا طبعا الصيف فيه ايس كريمز وفيه حاجات كثيره مغريات واحنا متعودين ناكلها في الصيف ومش هينفع ما ناكلهاش، بس هو الاختيار بقى امتى هياكلها، ده برده هيفرق قوي. يعني كميه لو هنفسي ديفينتلي كميه مش هفتري فيها، بس امتى هاكلها؟ يعني اما انا باكلها الصبحيه الجسم بيبقى بيحرق، وزي حضرتك قلتي ببقى بتحرك وبعرق والجو حر، فجسمي is exerting effort، فكل ده بيساعد ان هو يبقى بيحرق اللي بيتدخل له. فلو انا نفسي في حاجه حلوه هسيفت للصبح وهاكلها بعد الفطار في السناك بتاعت الوقت الظهير. في الصيف مع انه حاجه يعني ما بتحصلش ان الناس تصحى بدري، بس هو it is recommended ان احنا نصحى بدري علشان نلحق جسمنا نشرب ميه كفايه، لو صحينا متاخر مش هنشرب ميه كفايه. نمبر 2 ان احنا محتاجين نلعب رياضه. الميه بتساعد على الحرق؟ مش فكره بتساعد على الحرق، هي كل حاجه بتسهل عمليه الهضم، فهي بتخلي الجسم الميتابوليزم بتاعه كويس. طب تعرف ان احنا دلوقتي في شهور الصيف والكل مقبل على السفر للمدن الساحليه، فورمه الساحل زي ما بيقول، عاوزين بقى ورقه وقلم كده الناس تكتب ورا حضرتك ايه الاكل اللي ياكلوه علشان يستعدوا اللي هم يسافروا بشكل يعني سلام شويه. يعني حلو. طيب اول حاجه اما نصحى الصبح محتاجين نكسر الفاست بتاع البريكفاست بتاعنا يبقى متدرج. اوكي، فاما نصحى الصبح محتاجين نشرب حاجه مرطبه وفي نفس الوقت تدعم صحه الجهاز الهضمي بتاعنا، تساعد الهضم. فلو ما عندناش مشكله مع الليمون نشرب مثلا كوبايه ميه عليها عصره ليمون، ممكن نحط عليها عسل، ممكن في مرحله متقدمه نحط عليها ميه عاديه معلقه خل تفاح. دي بتفرق بقى ديبندز على الشخص نفسه. يعني في ناس بتفضلها سخنه وفي ناس بتحبها بروم تمبريتشر ان هي بدرجه حراره الغرفه. وبعد كده نتحرك شويه، نلعب شويه رياضه حتى لو ربع ساعه او 10 دقائق، وهم احسن من ما فيش. ومش هنعتبرهم ان هم دول الرياضه بتاعت اليوم، احنا هنعتبرهم ان احنا بس بنفوق. اوكي، فالتفويقه بتاعت الصبحيه دي بتساعد الجسم ان هو يبقى نشيط،
ما يعتمدش قوي على الكافيين علشان يفوق، لان هو الحركه والرياضه دي بتظبطه، بلس ان هي بتريجليت الهرمونز. فنلاقي ان النشاط بتاعنا عاده مع الصيف ومع الحر بنلاقي ان احنا على طول همدانين وحرانين وعايزين بقى نشرب شويه مياه غازيه عشان نفوق، نشرب شويه كافيين عشان نفوق، ناكل حاجه عشان نفوق. فعلشان ما نتحطش في التحدي ده محتاجين ان احنا نبقى بنعزز القدره حابب تتعمل الصبح. بنعزز قدره جسمنا الطبيعيه الربانيه ان هو يفوق. اوكي، فهنفطر بترف ان احنا ما ناكلش مثلا فول. الفول مش من الحاجات اللي ريكومند في الصيف. لا ثانيه واحده، عشان دي دي صدمه. احنا بنصحى نفطر فول معروفه، يعني في الصيف يفضل ان احنا ما نفطرش فول اصلا. علشان هو حاجه تقيله وفيها هيت جامد، سخنه قوي، فالحاجات المبرده هتكون افضل. ففي ناس مثلا بتفضل ان هي تفطر فاكهه وبعد كده تبتدي مثلا تاكل الساعه 12. طب دي حاجه صحيه؟ دي حاجه كويسه از لونج از ان هي بتاكل فاكهه بتوازن. حلوه قوي، ممكن يعني تاكلها او تشربها في صوره مشروب سموذي معاه بقى خضار وحاجات. اخبار المانجا ايه في الفاكهه دي؟ مفيش مشكله في المانجا، مفيش مشكله از لونج از ان الانسان ده ما عندوش مشكله من المكونات بتاعت المانجا. اوكي، فالشخص بيبقى عارف. في البعض بيقول ان هي بتتخن. هو الفاكهه بتاعت ربنا كلها فيها سكريات طبيعيه. زي ما قلت لحضرتك، بس الفكره هناكلها امتى وهناكلها قد ايه. يعني كمان فيها املاح، فيها مشكله. ما هي لو الشخص عنده مشكله مع الاملاح، جسمه بيرياكت، بيلاقي انه صبعه ورمت، رجليه ورمت، خلاص هيبقى فاهم ان المانجا هاكل منها قليل قوي او هتجنبها علشان دي طبيعتي الانفراديه. لكن في العموم، لو هنتكلم في العموم، الفاكهه كلها ما فيش عليها اي تحفظات. طبعا في فواكه فيها مستوى سكر قليل، وفي فواكه فيها مستوى نسبه سكر عاليه، دي حاجات متفق عليها زي العنب وزي التمر وزي المانجا، دي حاجات فيها سكر عالي والتين. بس اما بنتكلم على لايف ستايل نسب معقوله عادي. بالظبط، اما بنتكلم على لايف ستايل ما بنقولش ان في ممنوعات، بنقول ان في ريجيليشن، في حاجات هناخدها وهنبقى عادي تبقى متقننه، يعني متقننه، وفي حاجات هناخدها ونبقى مطمنين لها اكتر. صحيح. الحاجات اللي فيها سكر اقل هي مثلا الفراوله بالفاميلي بتاعتها كلها، التوت بقى دلوقتي عندنا التوت متاح، والناس بقى بتفرز التوت المصري الجميل بتاعنا وبتستخدمه، فالتوت بكل الاشكال بتاعته والفراوله دول حاجات فيهم نسبه سكر قليله. طب البطيخ؟ فاحنا ممكن البطيخ فيه ميه وفيه سكر مرتفع ولا كويس، لو هناخده بمستوى معقول فهو حلو. ممكن كمان يعني في وصفه كده لذيذه قوي انا بستخدمها في الصيف، انه البطيخ يبقى معاه حاجه تانية كولينج، فتحس ان انت شبعت من حبه قليلين. هو البطيخ لوحده مش كولينج؟ لا، يعني حاجه ريفريشنج. زي ما تبقاش بس يعني مثلا ورق نعناع مع طبق البطيخ، او ورق ريحان مع طبق البطيخ، فاحنا كده عملنا ميكس لذيذ. اخذنا ورقيات بشكل يعني سمارت جدا، يعني حطيناه ودخلناه في حاجه بنحبها. بالظبط، فاخذنا الفوائد اللي فيها وفي نفس الوقت ساعدنا جسمنا ان هو يبقى يعني يبقى كولينج فروم ذا انسايد احسن. طب احنا كده لسه في الفطار. في الفطار الشوفان حاجه من الحاجات اللي ريكومندد في الصيف. فالشوفان ده لطيف، انه الشوفان ممكن نستخدمه دقيق، ممكن نعمل اللي هي العصيده بالشوفان دي، بنحط الشوفان في الثلاجه من بالليل مع اللبن مع شويه فواكه مع عسل، فيبقى الصبح حاجه زي الزبادي كده بارده. الشوفان انا واحد من الناس لما باخده بحس ان انا بتخن عليه مش بخس. حلو قوي، يبقى حضرتك طبيعتك الانفراديه يعني مش متقبله الشوفان. ما هو في مقوله كده بتقول وات ميكس يو فات ميكس يو سيك، هي نفس الشيء اللي هو ممكن يكون عامل حضرتك ازمه في الهضم، هي الملاحظه اللي حضرتك قلتها ان هو لا انا ما باكله بتخن. بحس فعلا هي الفكره ان هو مش عشان شوفان حاجه صحيه فهناكل منه بكثره برضه. فكل حاجه محتاجه تبقى في المودريشن، معقوله، وفي نفس الوقت نبقى عارفين هنستخدمها امتى. بس اقصد انه لو هنقارن طبق الفول بوصفه معموله بالشوفان للفطار في الصيف، فهيبقى ريكومنديشن العامه رايحه ناحيه الشوفان. في بقى ناس هتبقى الشوفان بالنسبه لها مش احسن حاجه، دي حاجه تانية هنحتاج بقى نعمل لها موديفيكيشن مختلف. الزبادي حاجه من الحاجات اللطيفه جدا اللي ممكن ناكلها الصبح، ممكن ناكل الزبادي مع الفواكه، ممكن نحط عليه بذور اللي هي ذات القيمه الغذائيه العاليه عشان نعلي القيمه الغذائيه ونبقى مدعمينه ببروتين اكتر. هو اصلا فيه بروتين وفيه دهون، حط معاه شويه الياف من الفواكه، هيبقى وجبه حلوه جدا. ففي الصيف هنحتاج وجبه يا دكتور. مش وجبه. احنا بناكل الزبادي يعني بعد ما بفطر طبق الفول وتمام اهضم بقى،
فاخد كوبايه الزبادي. ما هو لو الزبادي دلعناه كده وحطيناه في بال وحطينا عليه الحاجات وبتاع هيبقى وجبه. العين العين هتبقى مش شايفاها علبه زبادي، هتبقى شايفاها طبق زبادي زي ما هي شايفه طبق الفول. صحيح. فالنفسيه هترتاح. والعقل مش هيحس ان هو لا انا كده ام ستارفنج، لان هي التشالنج اللي عندنا في الدايت وفي كل التحديات الاساسيه اللي بتواجهنا في موضوع علاقتنا بالاكل ان توصل رساله لعقلنا انه في مجاعه. فلو انا الاكل باكله اون ذا جو بجري، فانا مش لاحقه اشوفه واستمتع بيه وامضغه كويس، فهيبقى فيه مجاعه، فهبقى على طول جعان. حتى لو باكل جنك او باكل اي حاجه انا اكلت بس جعان لسه. ليه؟ لانه عقلي ما لحقش يوصل يفرز الهرمون اللي بيقول انا شبعت. ففي الصيف احنا مستعجلين وعايزين نعمل اكتيفيتيز كتيره، بس مش ريكومندد ان احنا ناكل اون ذا جو. محتاجين برضو ندي كل فقره، يعني نديها نقولها كده للمشاهدين. فزي ما نقول بريسكريبشن او روشته كده سريعه. الفطار يفضل 1 2 3، يحصل 1 2 3. اوكي. عشان لسه عندنا غدا. اوكي. الفطار يفضل ان احنا ما ناكلش مره واحده، نشرب حاجه الاول، ندي فرصه لجهازنا الهضمي ان هو يصحصح، نلعب شويه رياضه، عشان الرياضه قبل الفطار كمان هتخلينا من غير ما نعمل اي مجهود نرجليت الوجبه، يعني ما نبقاش داخلين جعانين قوي على الوجبه. وناكل الحاجات الكولينج اللي هي المبرده زي الزبادي، زي الفواكه، زي الشوفان. جبن اوكي افندم؟ جبن اوكي. الجبن اوكي لو هي مناسبة طبعا. كل ما الجبن في العموم يفضل ان احنا نبعد عن الحاجات المصنعة اللي هي صفرة والحاجات السايحة. كل ما نروح للحاجات اللي لونها ابيض فهي طبيعية اكتر. الجبنة العادية خالص. الجبنة العادية سواء كانت جاية من مصدر بقري او جاية من مصدر ماعز فهي افضل. اللبنة حاجة برضو من الحاجات اللطيفة جدا اللي ممكن نعملها بوصفات كتير. اوكي. وبعدين هنسيب 3-4 ساعات وهناخد سناك. فالناس اللي فطرت فاكهه هتاكل بقى السناك دي، ممكن تاكل فيها بقى حاجه مختلفه، ممكن تاكل فيها شوفان، ممكن تاكل فيها بانكيك، ممكن تاكل فيها طبق سلطه. يعني في فرايتي. الخضار ممكن ان احنا نستخدمه ان هو كمان كسناك. يعني ان احنا لما نقطع الخضار كده يبقى سلس لينا وللولاد الصغيرين، وان هو يبقى في دب مثلا من الزبادي، في دب من الحمص، يعني متغمس بحاجه. فدي هتبقى وجبه لطيفه جدا ان احنا ناخدها كسناك سواء احنا كنا في بيتنا او احنا في المصيف. لطيفه ان احنا ناخدها. وبعد كده الغدا بعد 3 ساعات؟ لا، بعد 3 ساعات هناخد بقى سناك. لا انا بتكلم من السناك للغدا. الغدا بقى عاده في الصيف بناكل مثلا مع المغرب. فاحتمال في الحاله دي ان احنا نحتاج ناكل 2 سناكس. ممكن تبقى سناك شرب مثلا كوبايه سموذي او كوبايه مثلا شاي اخضر او كوبايه اي حاجه معاها شويه مكسرات، فدي هتبقى سناك. والسناك الثانيه زي ما اتفقنا يبقى فيها خضار مع دب. قد ما نقدر ان احنا يعني نبعد عن السكر المصنع هنبقى كسبانين. يعني هو عموما يا دكتور زي ما كنا بنتكلم معاكي قبل الهوا، في الصيف الجو بيبقى اصلا حر، جسمنا احنا كمان بيكون سخن، فنحاول ناكل الاكل شويه بارد. البارد او المبرد زي السلطات، ونحط معاها بروتينز طبعا. بالزبط. نبعد عن الحاجات المقليه على قد ما نقدر، الكاربس حتى الكربوهيدرات على قد ما نقدر ان احنا نقللها برده ونقننها. ما نحرمش نفسنا من حاجه، لكن في نفس الوقت برده يعني نقنن الاكل عشان كمان ما ناذيش نفسنا وما ناذيش جسمنا وما نحملش عليه زياده، ده غير اصلا حمل الحر اللي بيبقى موجود عليه. ونعرف ان احنا نختار، يعني احنا في الصيف برضو بيبقى فيه خروجات كتيره، فنعرف ان احنا لما نقعد في ريستورنت نختار ازاي. يعني مثلا انا لو هاكل مكرونه افضل ان انا اكلها بالصوص الاحمر عن الصوص الابيض. مبدئيا كده مش هحط البريد باسكت، يعني ابعد زي ما حضرتك قلت، يعني ابعد عن التمتيشنز على الاكل المصنعه. بالظبط. والحاجات اللي complicated يعني في تركيبها فيها كريمه وفيها حاجات صحيح. كتيره هتحررني اكتر. يا دكتور احنا عاوزين نعمل حاجه برنامج لوحده مش حلقه، يعني فقره لوحدها مش كفايه تحديدا مع الصيف واكل الصيف. بس يعني للاسف وقتنا خلص بسرعه، يعني وكنا مستمتعين جدا مع وجود حضرتك، يعني المعلومات الكبيره اللي حضرتك قلتيها لنا. دكتوره هبه انور خبيره التغذيه العلاجيه، بنشكر حضرتك فادي معنا وجودك معنا في صباح الخير. ميرسي جدا، وما تنسوش شرب الميه اهم حاجه. اكيد. نشكرك يا دكتور. ميرسي جدا.